اهلا بكم. على فكره بيحصل الحكايه دي كتير جدا بقى في مجتمعنا، وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي، وبتحصل ساعات في العقل زي ما بيقولوا اللاواعي. واحده في الجامعه في اي مناسبه عجبتك جدا، فانت رايح طبعا لازم تتكلم تشوف يعني الشكل اللي عجبك ده هل هو كمان شخصيه كمان كويسه ولا لا، حق كل واحد يعني مش هننكر يعني. فقربت، مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه، احنا زملاء في الحته الفلانيه، احنا قرايب العريس، لا انت قريبه العروسه، بدات تقول لك مش عارف ايه، بانت سنانها. في سنان اول ما تبان انت بتبقى خلاص خدت بالك، يعني عينك وعقلك الواعي ايه ده، يا دي النسيبه السوداء، وريفلكسلي على طول بتنسحب على طول. سلام عليكم يا عم، تلاقي نفسك كده كبرت دماغك، تلاقي نفسك حصل حاجة زي ما حصل في الموسيقى كده. الموسيقى كانت ماشية ناعمة وجميلة ورومانسية وكلها حنية، وفجأة راحت الايه داخلة على طول، تبص لها الريتم وقع مرة واحدة ودخل الرئة، الطبلة بدأت تقف، دخل الاكسيليفون بقى ودخلت الناي الحزين، خلاص انت فجأة شفت حاجة مش عجبك. ساعات في اللاوعي بقى لو السنان مش حلوه قوي، انا بقول لك لو السنان مش حلوه خالص انت شايف، لكن في عيوب، فراغات، الابتسامه لسويه خفيفه، كل دور كده جوانب سودة، فلجه زياده عن اللزوم، فانت ممكن تكون عقلك الواعي مش واخد باله قوي، يعني مش مركز تقول السنان دي مش حلوه، لكن في حاجه مضايقه عينك، السنان بتضايق العين. فبرضه هتلاقي الاعجاب اللي كان موجود بعد ما بدات تتكلم، تقول كده جمله لواحد صاحبك يقول لك يا اخي انا كنت نفسي اكلمها طول الفرح ولا طول المناسبه، يعني عجباني جدا، اول ما رحت اتكلمت معاها في حاجه ضايقتني فيها، او العكس البنت برضه تقول كده، ده كان الواد يعني لافت نظري جدا اول ما بدا يتكلم، بس مش عارفه قلبي انقبض منه. السر غير الشخصيه ممكن تكون السنان، السنان مهمة جدا فلازم تاخدوا بالكم منها، لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا مع ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان، المبدع دائما، الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزرعية. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مكادي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. هبدا الاول، هل فعلا عيوب الاسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته؟ طبعا بلا شك. انا هقول لحضرتك على حاجه. تخيل كده لوحه جميله رسمها رسام مشهور جدا، وفي اخر الرسمه دي في بقعه او نقطه من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازله في النص. هتلاقي العين سابت اللوحه دي كلها وبصت على النقطه السوداء دي. مبدئيا طبعا الاسنان هي الفيرست امبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته لثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعا ان هي مدخل الاكل فهي اساس صحه البني ادم. فلما البني ادم بيتكلم وهو شكل اسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجله، ان الحياه عنده مش ماشيه باسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكره مش كويسه عن البني ادم ده. فطبعا اي حاجه في التابلو ده لما تبقاش حلوه بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعه مثلا، السنه المفقوده، شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سنه رايحه
اول ما تبص لك تحس ان في حاجه غلط. طبعا يعني احنا عندنا اول حاجه بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنه في النص ناقصه، عينك هتروح فين؟ هتروح على الحاجه اللي ناقصه. اه ده من ناحيه الشكل. طب نيجي من ناحيه الصحه، ايه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الاسنان اللي موجوده فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدا العظم ده يكش، بيبدا العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش. ايه اللي هيحصل؟ يبدا يظهر لنا الرينكلز او يظهر لنا التجاعيد بتاعه الوش، يبدا البني ادم يبان اكبر من سنه وهو لسه صغير. فاحنا دايما بننصح ان اي حد بيفقد اي سن لازم يروح بسرعه ويعوضه عند دكتور الاسنان عشان ما يبداش يحصل المشاكل دي كلها. طبعا ده بالاضافه ان احنا بيبدا عندنا طريقه المضغ ما تبقاش مظبوطه، اللي هي بالتالي بتاثر على مفصل الفك، نبدأ نسمع صوت طقطقة، بنبدأ يحصل تآكل في مفصل الفك. ليه؟ لأن حصل التهابات للأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانه. طبعا بيحصل مشاكل تانية في الأسنان. خلي بالك يا دكتور أيمن إن الأسنان دي كلها في حالة حركة، اللي مثبتها في مكانها كل واحدة سندة اللي جنبها وسندة اللي قصادها. طب إحنا لما نشيل سنة من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده، فبالتالي يحصل خلل في رصة السنان الموجودة دي، تبدأ السنان اللي قبليها تميل ناحية الحتة الفاضية، تبدأ السنان اللي قصادها تطول على حساب الحتة الفاضية، يبدأ الثبات أو الإكوليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغة العضة نفسها هتبوظ أكتر، فالمفصل هيبوظ أكتر، فأنت دمرت الدنيا كلها. إذن تعويض السنة ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا أحسن حل لتعويض الأسنان هي الزراعة، ان احنا بنحافظ على اسناننا من غير ما نبردها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعيه محطوطه بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعه كلمه تخوف، كانت بتعمل هلع على ناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمه ان التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثه في زراعه الاسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لان زمان كان هو متخيل ان هو رايح يعمل جراحه كبيره، بيفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على انتيبيوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه بتاعه الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعت الورق كده، فتحه بملي بنبدا نشتغل منها كل قصه الزراعه دي من غير اي مشرط ولا خياطه بعد كده. او ممكن نستخدم الليزر، يعني نفتح لنا فتحه برضو صغيره نقدر نحط فيه الزراعيه ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجه السطح نفسها بقت عاليه جدا، بقت بتحفز العظم اكتر، بقت عامله زي المغناطيس اللي بيحفز العظم ان هو يبني على الزراعيه نفسها، فادتنا نتائج عاليه في وقت اقصر من غير تعب ولا الم والكلام ده كله. زمان كنا بنكتب انتيبيوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبنديله مسكنات كتير جدا، كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلنت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه في ساعتها على طول، ده احسن حاجه، لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء، فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زراعيه سنه مفقوده بقالها فتره طويله. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما بقول شريكي في الاخر، شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه؟ دول الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلونا للنتيجه دي. يعني لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص، انا لو زرعت له زراعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده. يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق. تمام، ده اللي بيحصل فعلا في العظم. فبنبدا ان احنا نحمل، نوزع التحميل، يعني نوزع الزراعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزراعات دي. فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زراعات، ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته، وبعد كده
الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته، لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه. الحاله دي كانت لفت في كذا حته، قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك. يعني السكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت. ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت. ملي عظم، ملي عظم. لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟ الزراعيه ليها سمك. اقل سمك للزراعيه، في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3. فاحنا لازم 3 ملي، ملي. فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي؟ لا سنتي، لا ملي. 3 ملي، ملي. سنتي سنتي ده حاجه ايه ده لمؤاخذه. 3 ملي، 3 ملي. فاحنا لازم يبقى فوق ال 3 ملي ده في عندنا ملي اول اراوند. يعني لو احنا قلنا يبقى اذا العظم لازم يكون سمكه المفروض ويس. يعني قول 5 مثلا ملي، 5 ملي. ما هو 3 و3 ملي وملي وملي، يبقى ادي 5. فاحنا الناس دي لفت على كذا حتة، قالوا لها انت ما ينفع لكيش زراعة اساسا. فاحنا اخدناها ستيب 1، احنا هنخلي عندك عظم. انت ما عندكيش عظم، هنخلي عندك عظم. بدأنا نزرع لها عظم في كل حتة، بدأنا نرفع الجيوب الانفية لان هي طبعا كانت نازلة عشان العظم ده كش، فبدأنا نرفع الجيوب الانفية ونحط العظم بتاعنا، واستنينا عليها 5 شهور. بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها. في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص، لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم. واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور، وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقيت حياتها. الست دي عندها 75 سنه، كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش، وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطقم المتحركه. وخلي بالك الاطقم المتحركه دي حاجه سيئه جدا، ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعت الاستطعام اللي موجوده في الفم. ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع. هو وسع ليه؟ عشان العظم كشف. بالظبط كده. الراجل ده ليه قصه كبيره قوي. الراجل ده هو مش مصري، كان هو عندهم عمل حادثه، اتعالج لمده سنه، كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمدة سنة وهم مش مثبته له. هو بيقول لي الحتة دي بتلخلخ بس هم ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسة. طبعا في الاكس ريز في الاشعة المقطعية هو كان بيعمل بانورامات، فمش باين ان في حاجة كسر هنا في الحتة دي. هم ثبتوها، مفتكروا ان السنان اتحركت من مكانها، واحنا لو فعلا لو سنة نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفترة هتثبت. لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك. فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين، وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها. فطبعا اضطرينا نفتح السنان، طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا، فاضطرينا نشيلها. فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح، واستخدمنا العظم بتاعه وكملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا، وثبتنا له الكلام ده كله. وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا، وبعدين في خلال 2.5 شهر بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي. ما شاء الله، بقى حلو جدا. عايزك تكلمني على التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل، ايوه. مبدئيا خلينا نتفق على حاجه، كل واحد ليه بصمته، ليه شكل الكادر بتاعه، ليه السنان واللثه والمربع ده ان هو يبان، والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان، انا هعمل له الديزاين الفلاني انتر ركب. لا، احنا لازم نعمل حاجه تليق على لون البشره، على شكل الوش، على الشغلانه بتاعه الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل الابتسامه وتصميم ابتسامه على اساس انت مين بالظبط كده. انت ازاي يعني؟ لازم ابص للثه. طب انا اللثه عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 ل 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لثويه، لازم نبدا نعالج الضحكه اللثويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر، او نبدا دلوقتي البوتوكس دخل في الموضوع، او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحكه. تمام، ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمل له افتح حاجه تليق عليه، لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه، يعني عايزه سنان بيضه قوي. لا، هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك. وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا، احنا هنعمل حاجه تليق عليك، لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكادي. دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟
هيقول له اعملها في الحته الفلانيه. احنا ما بنطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي، ممكن تبييض لو سنان مرصوصه تقويم نعمل لها تبييض هتبقى الدنيا زي الفل واللسعه حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى في شويه اعوجاج في الاسنان نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله، نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه. ممكن يبقى في سبيسنج في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها، نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين، يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز، احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك. لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده بتتعامل من الاي ماكس، بتبدا تتلزق على السنان بعد ما يتعمل لها ديزاين، تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف، اكتر حاجه محافظه، ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت، ما بيتاثرش بالتدخين، ما بيتاثرش بالاكل بالكلام ده كله. لان التبييض التبييض بيرجع بعد فتره، فاحنا دلوقتي بقينا بندور احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت، حاجه دائمه. مش دايما الدنيا زي ما بيقولوا بتبقى متسفلته، مش دايما الدنيا بتبقى دايما في عقبات، مفيش حاجه بتمشي كده. وساعات يبقى العقبه دي في الصوره زي ما تقول ايه، اقول لك ايه، لغم، حفره مش انت مش شايفها، ماشي كده كلب يطلع يهبش، يعني حاجات كده غريبه. يعني واحد جاي يزرع لك مثلا، يزرع سنان وفي مشكله مش باينه، ما يبينهاش الا الخبره والتكنولوجيا الحديثه، زي كيس دهني مثلا. كيس الدهني ده من اكتر الحاجات اللي بتشوفها لغم، لغم كبير، مشكله لما بيتساب بيحصل له تطورات مش كويس. ايه هو الكيس الدهني الاول وبيبدا ازاي؟ واحد سنته سوست وسابها، وصلت للعصب، اخد مضادات حيويه، عملت له خراج، اخد مضادات حيويه ومسكنات هدي الخراج، بدا الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت. واحنا عارفين ان العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. ايه دول؟ اوستيوكلاستيك ان العظم ياكل نفسه، اوستيوبلاستيك ان العظم يزود نفسه، وده الميكانيزم اللي احنا بنكبر بيه واحنا صغيرين. احنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه، وده نوعه حاجه اسمها او كي سي اودونتوجينيك كيراتوسيست، ده بيعامل معامله الاورام. هشرح لك الاول ايه هو الكيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا ايه مع ده. وش البني ادم بيكبر ازاي؟ بيبدا العظم يزيد من ورا ويبدا ياكل نفسه من جوه، فتلاقي الوش كبر مع اختلاف طفيف في سمك العظم. يعني احنا عظمنا ما بيبقاش كده يقعد يزيد عظم فالعظمه تبقى بالحجم ده كله، لا ده سبحان الله ان هو بيشتغل بالميكانيزمين دول عكس بعض. طيب ده نفس الميكانيزم اللي احنا استخدمناه مثلا في التقويم. لما بنعمل بريشر او ضغط معين على العظم بيبدا ياكل نفسه ناحيه الضغط ويبدا يزود نفسه الناحيه الثانيه فالسنه تتنقل من مكانها. ده بقى بيحصل بطريقه لما الصديد بيتكون تحت السنه نتيجه خراج فتره طويله بدون علاج بيبدا ياكل في العظم اللي حوالين الجدر. ايوه لما بياكل في العظم ده بيكون اوضه، الاوضه ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن. الاوضه دي بتبان في الاكس راي حته سودة كده بس مش محدده الاطراف. الحته السودة دي بتبقى مليانه صديد، مهما عالجت لازم تعالج الحته السودة دي عشان خاطر السنه دي تتعالج. حد بيقول لك انا رحت للدكتور سنان عمل لي علاج عصب ولسه السنه بتوجعني، بيبقى هي دي مشكله بس الدكتور ما شخصش مظبوط. طيب لما بنسيب القصه دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يلاقي ان العظم بيتاكل عنده، فيبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز تبدا تبطن الاوضه اللي موجوده دي. لما التبطين ده بيكتمل ده اسمه الكيس الدهني. تمام؟ بيبدا بقى الكيس الدهني ده يتطور من الانفكتد ويقعد يتطور من العدوى، من اللي هو فيه صديد، يعني كيس دهني فيه صديد، لحد ما يوصل لحاجه اسمها او كي سي اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. مشكلته ايه ده بقى؟ الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر. كيس دهني يعامل معامله الاورام. يعني ايه يعامل معامله الاورام؟ يعني لازم نشيله بسيفتي مارجنز. ليه؟ لان هو كيس دهني لما بيكبر لما بيوصل للمرحله دي بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يخترق بيها العظم، فالدكتور لما هيشيله هيطلع الصوابع دي بتفضل لسه موجوده. زمان البروتوكول بتاعها
كان الاستئصال بسيفتي مارجنز. سيفتي مارجن يعني استأصله واستأصل حوالي حتة امان بالظبط كده. دلوقتي استخدام الكرايو والليزر، كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد، والليزر بدأنا نقدر نموت الصوابع ده. الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده، ولما تحلل لقيناه ان هو اوكي سي. بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي، معمول عليها بيبرز كتير قوي. والمره الجايه هجيب لكم اكس رايز بيفور وافتر وصلنا لايه. بدانا نزرع عظم مكان الكيس دي. يعني احنا ما شلنا الاول الفينجرز دي، بدانا نزرع عظم في المنطقه دي. بدا العظم ده بنحط معاه بلازما وحاجات معينه عشان خاطر يشد حيله كويس، وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه الكيس. وبعد كده مشي بسنانه الثابته بقيت حياته من غير ما نستأصل زي زمان. انا ليه بحكي القصه دي كلها؟ عشان افهم اهمال في السنه من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لايه. لا حلو قوي الشرح اللي انت شرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه. بدات القصه بانه تسوس، واحد جاله تسوس وصل العلاج وصل لمشاكل في العصب، وعمال بقى يقول لك انا مش رايح، انا همشي بالمضاد الحيوي، هو في الاخر هيموت. الناس مش فاهمه ميزه البين. هو ايه البين؟ ده الالارم، ده المنبه اللي بيقول لنا اجري اتصرف، انا عندي مشكله هنا. لما احنا بنطنش الالم، لما احنا بنطنش الالم ده احنا نستحمل التطورات. فدي من اهم القنابل اللي بتواجهنا. يعني بنلاقي عظم بقى، نلاقي كيس دهني كده كبير 3 في 3 مثلا، وتصرف بقى احنا انا عايز اقعد بسنين. لا استنى، احنا هنشيل ده وهنشوف ده قصته ايه، وهننظف كويس قوي، وهنحط لك عظم، وبعد كده نحط لك زرعات، وبعد كده احنا بنتصرف. بس احنا ليه سيبنا نفسنا من الاول نوصل لكده؟ هي دي النقطه. انت اسعدتني بهذا اللقاء جدا جدا، نزهه جميله في عالم طب الاسنان. اتفسحنا النهارده، خدتكم فسحتكم وفرجتكم على صحراء تم اعاده تعبير. صحراء فم مفيش سنان خالص، في فوق ولا تحت، وساعات فوق خالص مفيش، والدنيا يأست وعظم قليل. لا اتعلمنا النهارده ازاي حتى نحط العظم الموجود. طب كمان سنة بس مفقودة واحدة، وفهمنا اللي هيحصل لو اتثابت. لا هنحط الزرعة فيها ونحمل، نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل؟ طب عندي جيب أنفي هرفعه ازاي؟ ما هذه قضية كانت مهمة طبعا جدا طبعا. عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني، وحكينا قصة الكيس الدهني. الحقيقة الحكاوي العلمية كانت كثيرة اليوم. اللي بيميز لقائي معاك كم العلم اللي انت بتطرحه، بتشرح كم علمي رائع للغاية. شكرا. وده مشاهد الدكتور انت بترضيله يعني زي ما بيقولوا طبيعته، طبيعة مشاهد الدكتور مش اي مشاهد طبعا. طبيعة مشاهد الدكتور خلاص، ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحلة يقولك لا انت بترضينيش بكلمتين كده وروح. دي خلت المريض جاي هو فاهم بالزبط. هو داخل على ايه، وهل الدكتور ده بيضحك عليه ولا الدكتور ده مش مظبوط. انتوا ثقفتوا الناس. الله يخليك، مش انا انتوا. نورت يا ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكدي، كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.